أما هلا مشاهدينا وصلنا لمحطتنا الأخيرة، واليوم مساحة خاصة ومميزة طبعا عن موهبة أيضا مميزة بفن التصوير. رح نحكي عن هذا الفن. يمكن بالفترة الأخيرة صرنا نشوف كتير شباب بتجهوا للتصوير واعتبروا نفسهم مصورين فوتوغراف من خلال صفحة وبس، من دون معايير ومن دون شيء ثابت، ولكن بنفس الوقت شفنا ناس قدرت تأثر وتعمل شيء مميز وصورة توصل لكل العالم. يمكن من طبعا أصول التصوير هي قدي أنا ممكن صور شخص بحالة هو متحرك، ويمكن هي بنشوفها مع الفنانين كتير، وقدر ألقط صورة مميزة. طبعا نختص بهذا الشيء مصورنا اللي رح يكون معنا وضيفنا لليوم علاء زمريء. صباح الخير علاء. سعد لي صباحك يا سلمى. خلينا نبلش، يعني تصوير الفنانين يعتبر من أصعب المهام، نعرف ما بيثبتوا خصوصا إذا عم نحكي عن فنانين مطربين. بيكون لهم متطلبات كتير إذا بده يعمل فوتوشو لحاله. فخلينا نحكي عن هاي التفاصيل بالبداية. تمام. هلا نحن بتنظيم الحفلات نحن بنعاني كتير مشاكل، هي أنه أنت اليوم بتشوفي أنت عجقة العالم. صحيح. اليوم أنت ما فيك اليوم تاخدي كادر محدد، اليوم أنت ما عندك فكرة اليوم الإضاءة كيف عالية واطي، الإضاءة زرقاء، يعني مو أنت حمرة. مجهزة هي تمام. جاهزة لحفلة. تمام. اليوم أنت مقيدة بزاوية محددة. اليوم أنت بدك تشوفي أنت حركة اليوم الفنان، اليوم هل الحركة اليوم أنت بالطابع على الزاوية اللي أنت أخذتيها. اليوم أنت طبعا بتعرفي أنت اليوم الفنان اليوم له كذا زاوية اليوم بياخذها، هي بحبها وهي ما بحبها. تمام. هي مثلا بيكون مثلا واقف بالنص بتلاقي صار على اليسار صار على اليمين، فأنت اليوم بدك تلحقي اليوم حركة الفنان تاخذي صور حلوة. تمام. يعني اليوم نحن بتصوير الفنانين كثير بنعاني بهي المشكله. غير هيك بنعاني نحن ب كمان التنافس على اللقطه، يعني هلا انا عم شوف الصور اللي ماخوذه ويمكن رح نشوفها معنا على الشاشه، هي للفنان وفيق حبيب. اكيد نوجه له تحيه. يعني في لقطات حلوه بتكون احيانا من كل حفله مرقت بتلاقي الشخص ناطر هي الصوره. طبعا. او مثلا هون عمل هيك هذا الفنان وانت قدرت تلقط هاي الصورة. خلينا نحكي عن هاي الأدب بتتميز فيها اليوم، يمكن شفنا صور متعددة. هلأ أنا والله أول شيء بوجه لهم تحية، أنا هدول من الفنانين كتير بحبهم، يعني أنا بركض اليوم لأصورهم. أنا بنبسط أول شيء من العالم اللي بتشوف هدول الصور بتقول واو. تمام. بتقول ما شاء الله عليك الصور حلوين. طبعا حالة هي لقطة. الألوان حلوة. الزاوية اللي أخذها كتير مختلفة عن باقي المصورين. نحن اليوم حتى العدسات اليوم تلعب دور. مثلا اليوم أنا بدي عدسة زوم اليوم لأقدر اليوم لقط هي الصورة. تمام. اليوم عدسة بورتري تمام ما بتمشي معي على هيك صور، نحن مهرجانات عم نحكي. أما كصور شخصية اليوم ناخدها برايفت ممكن ناخد نحن اليوم عدسة بورتري اللي هي عدسة 50 أو عدسة 80. نحن بوضع نحن المساحة مثل ما قلت لك نحن بنعاني من وضع الكادر اليوم. نحن الكادر اليوم نحن نحن بوضع التنظيم، نحن بوجه تحية اليوم للمومنت إيفنت تبع حفلة نجوى كرم أو شركة مينا. نحن كانت الحمد لله عطيتنا صلاحيات كامل اليوم. هي أهم شيء يمكن التصوير. عنكم بالشغل. تمام. يعني نحن اليوم مثلا ما فيك تقيد اليوم بزاوية محددة، ممكن هي الزاوية البروفيل تبع الفنان ما تكون حلوة. صح. تمام. ممكن انا شايف الزاويه الثانيه البروفيل تبعه تكون بتروح قبل رائعة. يوم يمكن من الحفله بتحاول تشوف المسرح، تشوف الزوايا اللي تقدر. هلا نحن على حسب هلا طبعا نحن بنعمل نحن كواليس مثل نحن بنشوف نحن هي الزاويه، لان نحن بيقولوا لنا مثلا لك زاويه محدده اختار مثلا الزاويه اليسار ولا اليمين مشان اليوم انت ما تعطل الرؤيه اليوم على الاشخاص الموجودين. صحيح. بنطاق الفي اي بي. تمام. فبنقول له نحن مثلا هي الزاويه افضل كبروفيل الفنان، نحن بنكون نحن شايفين الصور قبل تبع الفنانين، نحن شو الصور يلي هو بياخذها، اللقطات يلي بياخذوا له المصورين اللي قبلنا، فنحن على هذا الاساس ممكن نحن نشتغل. فبنعمل دراسه كامله على المكان، بنعمل دراسه كامله على المسرح، بنعمل دراسه كامله على نوعيه الاضاءه، شو الدخنه اللي رح تطلع، الوان الدخنه، فهي بتلعب كلياتها دور باعدادات الكاميرا. صحيح. تمام. نحن اليوم مثلا نحن بالمهرجان بنعاني بشغله انه نحن ما فينا نستخدم فلاش لانه منطقه كلياتها فلا ما فيك انت اليوم. مزبوط. فنحن لعبنا اليوم رح يكون على اضاءه الخلفيه حتكون على المسرح، فهيك نحن بدنا نلعب بالاعدادات بحيث نحن ما نضوع الكواليتي تبع الصوره. تمام. بحيث نحن نطلع افضل صوره بكواليتي كثير عاليه.
فهذا النطاق نحن تبع المهرجانات اللي عم نشتغل عليه. طيب خلينا نحكي كمان المرق معنا هيك ونحن عم نشوف شوي كمان من الصور. يعني اليوم تصوير الجلسات الخاصة صار حالة كتير كبيرة. صح. اليوم كل واحد بيتمنى انه انا بدي روح هذا المصور معروف. مصروف. بيعمل مثلا جو خاص للجلسة الخاصة. ممكن يقترح عليك مكان يصورك فيه حسب شغلك حسب طبيعتك كل شيء بيفرق. انت وقت قرر انه انا بدي اعمل جلسه تصوير لحدا من سواء شب او صبيه، شو اكثر شيء بتدرسه؟ شو اللي بيميز اليوم جلسات تصوير علاء عن غيره من المصورين الموجودين حاليا؟ حلو هذا السؤال. انا بيكون في تواصل قبل يومين مع هذا الشخص على نوعيه اللبس، تمام، الالوان اللبسه، تمام، الكادر شو هو، لانه كل هذا بيلعب دور. حتى اذا كان صبيه نحن بنقول لها مثلا تقلي شويه مكياج لانه على الكاميرا شوي بيبهت المكياج. تاخذ المكياج. ايه تمام. حتى انا المكياج شو لونه كذا بيلعب دور، وبنشوف كادر يناسب يعني حتى شخصيتها، يناسب اللبس كمان حتى يناسب الشخصيه تبعها. احنا ما فينا نلبسها مثلا لبس سبور وهي متعوده مثلا على الرسمي. تمام. فهي كلياتها بتلعب معي دور. حتى نحن بالصور نحن بالتعديل معالجة الصورة انا بحط الوان مثلا خاصة فيني، بحيث مثلا لما انت مثلا تقلبي فيسبوك تقولي هي صورة علاء زمرين خاصة تصويره. طبعا. تمام. فهي انا كمان بتلعب كثير معي دور. انا اياما كثير ما بحط مثلا لوجو على الصورة، تمام، فبدي هي العالم خاصة بتعرف هي تصوير علاء زمرين. تمام. بيقولوا لها والله مو هي الصوره صورك يا علاء، انه شو عرفكم؟ لا هي الالوان البصمه خاص او البصمة. اللون اللون حتى طريقه التصوير هي كلياتها بتلعب دور. انا الحمد لله انا عامل شيء مثلا خاص فيني، تمام، من ناحيه الالوان، من ناحيه حتى زوايا الصوره اللي باخذها. تمام. بكون مريح جدا مثلا اذا جاني حفلات خطبه او عرس، فهني بيكونوا شوي متلبكين عندهم ستريس، فانا بحاول انه اعمل لهم جو انه خلص انه انا اخوكم، فكون مريح بالتعامل، كون مريح من ناحيه التصوير، وانا بعمل لهم جو بيضحكوا وانا كمان هيك بناخذ صور حلوه. دائما احنا باجواء الخطبه او اجواء حفلات العرس دائما احنا بنكون شوي هيك نزرع ضحكه، يكونوا عفويين، الصور دائما العفويه بهي الاجواء بتكون كثير 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 حلوه. اكيد. وفي صور صرنا بنشوفها هي اللي الناس بتضحك عليها انه خلص اذا عريس وعروس لازم ياخذوا صوره. تمام. معينه بتلبيس. تمام. المحابس لازم هي الشغلات النمطيه بتحاول تبعد عنا. اليوم صرنا عم نشوف صور جديده على السوشيال ميديا، يعني قد ما في لها ايجابيات كمان احيانا لها سلبيات. صح. في ناس بتسرق افكار من بعض. صح. صح. في ناس مثل ما قلنا قبل شوي ممكن صوره صورتين يعمل حاله انه هو صار. صح. مصور من. صح. دون جهد ومن دون تعب. صح. فقديش بتتعب كمان يعني، وقد ايه بتحس السوشيال ميديا خدمتك او لا؟ هلا انا هذا السؤال كثير بيعني لي، لانه انا بدي احكي قصه صغيره. تفضل. اول شيء انا بدي وجه شكر لوالدتي كثير. الله يخلي لك اياها، لانه هي يعني ساعدت معي لاتوجه بناحيه السوشيال ميديا. هلا انا نشيط فيسبوك. تمام. كنت محتجب عن السوشيال ميديا؟ لا انا محتجب والله مو على السوشيال ميديا. أيه؟ بالاخص على الانستغرام. على الانستغرام. أيه؟ صراحه ما لي علاقه فيه، انا جديد صرت فوت على الانستغرام. انا كنت فيسبوك والعالم بتعرفني انه فيسبوك. فنحن بنمط الحفلات اللي كنا عم نذكره نحن من شوي. فهو متعب جدا. طبعا. انت بتكوني ساعتين ثلاثه فعم تصوري وتروحي على هذا المكان وتجي، وفي شغله انه انت بدك تعملي سباق مثل شلون نحن الاعلام مثلا، انتم الاعلاميين بتعملوا سباق صحفي لتصيروا مثلا صحفي. ايوه سباق صحفي لتصيروا مثلا ترند. فنحن هيك المصورين مثلا بنعدل الصور بشكل سريع، بياخذ احسن صوره من دايره بنعدلها بشكل سريع وننزلها مشان العالم فورا مثلا تقول صحيح. اوكي. والدتي والله كانت تنطرني مثلا بالليل مثلا بكون راجع انا، فبقعد انا وياها هي يعني مثلا بعطيها انه شو رايك بهالصوره؟ بتقول لي اوكي تمام، يعني هي نزلها ولا هي ولا كذا، بتقعد مثلا بتناقشني. تمام. يعني بتقعد تنطرني بالليل لارجع من الحفلات اللي انا بعمله، بتقعد هي بتساعدني مثلا بتنقات الصور. الله يطول بعمرها ويخلي لك اياها. كثير هذا الشيء كان يعني لي، مثلا انا كنت خلص الصوره ابعث لها اياها الا ماما نزلي لي اياها انت على الانستا، اعملي لي تاجات انت الفنانين والكذا، انا بدي انزل فيسبوك لانه انا شخص مبلحي، انا اليوم عندي تغطيه بس اربع مجلات. صحيح. تمام. بده ياخذوا الصور، انا غير الفيسبوك عندي، فانا شخص مبلحي. فكانت ماما الشخص الداعم
إلي جدا أكيد يعني لولا دعم الأهل بالنهاية طبعًا. في كتير ناس ما قدرت توصل أكيد. لشي معين وهذا يعني أوقات بنقول في ناس بالمجال بتدعمك في ناس طبعًا. أحيانا بحياتك الخاصة مثل عائلتك بتدعمك وفي ناس أوقات بيحاولوا يعارقلوا هاي المسيرة صح. أكيد تعرضت كتير كمان لمواقف أحيانا ممكن يكون معنا الأفضل أي. أي. هل أنا تعرضت كتير لمواقف أنه في أشخاص نحن للأسف أنه وقت يشوفوك شخص ناجح فهن بوقفوا بطريقك مع انه هن بيكونوا اصدقاء واشخاص قريبين منك جدا فهن بوقفوا بطريقك لسبب انه ما بده اياكي شخص ناجح انه شايف هذا النجاح هو عائق بالنسبه له فانا هدول الشغلات كلها الصراحه ما بتهمني لانه انا شخص طالما انا اليوم شايف المسار اللي انا عم بمشي فيه وشايف انا وين هدفي وشايف انا وين بدي اوصل فانا هدول العالم يعني بيحترمون كثير تمام بس لما يشوفوا نجاحي عم يزداد ويزداد فخلاص بدك انه تتضايق فتضايق مع انه انا لما اشوف نجاح غيري فانا بنبسط اكيد كل واحد على حسب هو شو بيفكر يعني كل واحد مثلا بيفكر انه ما لازم يكون هذا الشخص ناجح طيب ليش ما نجاحي هو عباره كمان عن نجاحك لما انت تشوفك ناجح ان كنت مثلا اعلامي او ممثل فهذا فخر إلي أو شوفني أنا كمصور اليوم ناجح فهذا كمان فخر يعني إحنا ليش اليوم إحنا نزع الحب بين بعض صحيح تمام؟ ويمكن رجع الصدى كمان أحياناً بيعمل بمجالكم غيرة يعني مثل ما مثلا بنشوف حدا بغار لانه هالفنان شارك هالرأي الصحفي او هالتقرير لهذا الصحفي عن غيره كمان لما فنان بيشارك وانت مختص بالتصوير الفني مثل ما قلنا مشاكل لما بيشارك فنان معين او فنانه صورك فبلش الناس تقول انه معناته حب هذا اكثر شغله من غيره شفنا كمان صوره الفنانه ليندا بيطار بدنا نوجه لها تحيه ونقول لها صباح الخير من الفنانات المميزات جدا عنا صوت وخامه نفتخر فيها بنقول لها يسعد صباحك قد ايه بتشوف يمكن هذا الشيء مهم اليوم الفنان يعطيك اطراء يقول لك حلو او يشارك صوره من صورك والله بصراحه انا اول شيء بوجه تحيه كمان للفنانة ليندا بيطار كمان أنا وتصورتها بعثت لي رسالة قالت لي ما شاء الله عليك يعني هي أنا هذا الشيء اللي هي معروفة قد هي حدا داعم بال طبعا هي كمان معروفة من النوع اللي ما بيحب كتير يتصور حتى الشخص اللي بده يصوره يعني لازم تكون الصورة كتير 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 حلوة لأن هي عندها بروفيل معين تمام بتحب تحبه. تتاخد الصورة فيها فبوجه لها كتير تحية فوقتها بعثت لي قالت لي علاء شكرا كثير لك لانه الصوره كثير طالعه البروفيل كثير حلو فيها وبوجه تحيه كمان للفنان اللي بحبه كمان اللي هو حسين الديك تمام ووفيق حبيب ابدوريت كمان وجهوا لي كمان رساله على انستغرام قالوا لي شكرا دعم تمام قالوا لي شكرا كثير لك والصور كثير حلوين فهذا الشيء بيسعدني لما انت اليوم معناتها عم تتعبي وتجتهدي وتلاقي نتيجة هذا التعب فهذا الشيء طبعا مهم جدا هذا الشيء بيسعدك ونحن بنتمنى لك التوفيق خلص الحديث حسيت بالوقت؟ لا أبدا أبدا مرتاح؟ أبدا بس بدي وجه تحية صغيرة أنا يلا. أول شيء بدي وجه تحية لأهلي الداعمين إلي بدي وجه تحية لمصطفى رضوان لمجلة إيش الحكي ولمجلة شغف الفن وبالأخير بدي وجه تحية لصديق وأخ اسمه صالح السيد هلا نحن عم نشتغل معه بشركه اسمها اس ارت ميديا تمام بوجه له كثير التحيه والحب اكيد شكرا وشكرا كثير لك يا سلمى على الاستضافه الحلوه شكرا لك علاء واكيد نحن دائما واجبنا انه نحن ندعم كل الشباب السوري اللي بظل هاي الظروف عم يقدروا يعملوا شيء ويتحدوا ويعملوا مشاريع صغيره شوي شوي ويكون لهم بصمه سواء بالتصوير او بالفن او باي مجال شكرا كثير لك